السلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نوريكم كيفاش باش نبدلوا قصعة البناء، باش نردوها قصعة فيكس تجبد 4 سنتيمترات. نبدأ مع بعض. Thank you.
إذن بعد أن قمت قد أنهيت بقطع التصوير بسبب الأمطار عدت من جديد سأبدأ مباشرة في شرح كيفية ضبط الأقمار. لدينا هنا أربع أقمار، قمر نيلسات سيكون أقصى اليسار، سأستعمل هذا القمر القمر تور هوتبيرد ثم أصل. سيكون هذا القمر المؤدي قمت بجمع جميع الأسلاك هنا تم تناسل الألوان الموجودة الأزرق النيسات الأسود للتور والبيرد الأحمر والأصفر يتمثل في الأسد. نزع الغلاف حتى تظهر الصورة بشكل أفضل. سأقوم بضبط السويتش نيلسات واحد أستر أربعة وتبير ثلاثة وقمر تور اثنين. إذا جهاز سأدخل لوضع سبيكتروم أبدأ بالقمر البيرد بما أنه الأقرب لأقمار المنتصف القمر البيرد وهنا مستوى الدرجة تقريبا 50 إذن أنا مباشرة سأعمل هذا القمر دي مباشرة من خلاله سأقوم بضبط بقية الأقمار. أقوم بعد أن قمت بضبط هوتبيرد
ربطه بأقصى إشارة. إذن إشارة إن كانت تظهر أم لا. تقريبا على القمر تليكوم.